من الرسائل يعني التي تنشر مثلا كاين رسائل يعني يكون فيها يعني بعض الخرافات وبعض يعني الأحاديث المكذوبة أو الأحاديث الضعيفة وبعض يعني الأخطاء العقدية تنشر ويستهين فيها الناس يستهين بها الناس وينشرونها. يعني احنا عندنا المسألة ديال التثبت اللي ذكرنا أي واحد وصلته رسالة فإن كان من أهل التمييز فإنه يطرح ما كان قبيحا وما كان ضعيفا وإن لم يكن من أهل التمييز فليسأل. كما احنا نسولوا على الدين نسولوا على الدين راه يعني يا شيخ وصلتني رسالة مفادها كذا وكذا وهذاك الشيخ هذا يقول لك هذه الرسالة يعني صحيحة هذا الحديث راه صحيح هذا الخبر صحيح فلا بأس من إعادة نشره. وبعض الناس يعني يوقع الناس في الحرج كيرسل شي رسالة وكيقول أستحلفك بالله أن تنشرها ولا كيكذب كيقول لك يعني إن نشرتها فإنك سيقع لك كذا وكذا من الخير وإن لم تنشرها فإنه سيقع لك كذا وكذا من الشر وهذا كله من العبث ومن الـ يعني السخف. هذا الحق سخف يدل على يعني قلة العقل.